سلم على طرف ما تطلع على الوجوه تشوف مين اللي تعرف تسلم عليه، ما تعرفوش تبصله وتغيره. ان شاء الله عليك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وانصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه، وارض اللهم عن الصحابه والتابعين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. قلنا بالامس سنتكلم عن شروط الحج. من اراد ان يحج لابد ان يستوفي بعض الشروط. اول شرط هو الشرط المطلوب لقبول الاعمال وهو الاسلام. لا يجب الحج على كافر، لابد ان نفرق بين ما بين العبد وربه، وما بين العبد والدولة والمواطنين، حقوق المواطنة. يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا يكون في دول إسلامية بتحكم بالإسلام، تحكم بالإسلام. هل يجوز لواحد غير مسلم في بلاد المسلمين يفتح محل يبيع فيه خمرة عندما يطبق الشريعة الإسلامية؟ أنا مش بتكلم دلوقتي المسلمين فاتحين خمر بيجاهدوا السكارى، بيحاربوا العقول أصلا. يعني المسلمين بيحاربوا عقول أنفسهم. اللي أنا بقول لك عليه، لو في بلاد المسلمين تطبق شريعة الإسلام حتى غير المسلم، هل يجوز له أن يفتح محل يضاد شريعة الله؟ لا لا، ممنوع. هذا ممنوع طبعا في امريكا كمان، يعني لانه مسلم ما ينفعش يبيع خمره وهو مسلم، صح ولا لا؟ حتى الشيخ لو ضمن الخمره لواحد اجنبي، حتى لو ضمن لواحد اجنبي، حتى لو لابس جلافز وحط الفلوس هنا والفلوس الثانيه هنا، ما بيعملوا كده. وحتى لو عمل اوردر هو على عرفه، عمل اوردر للخمره على عرفه، هذا جنون. يعني جنون ضرب من الجنون، يعني حاجه لا يصدقها عقل. حتى لو شفته هو نازل، ولما ينزل على اوروبا بيشرب خمره، ولما يروح هناك ينزل قبل جده يجي واخد شاور ولابس الاحرام ويقول لبيك اللهم لبيك. اي لبيك هي؟ ما اتعسك. هذا جنون، انفصام في الشخصيه غريب جدا. والله العظيم كثير من المسلمين المفروض يعرضوا على اطباء نفسيين، المفروض، يعني ان هذا ضرب من الجنون. ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى يجب حتى يكون عمليه القبول وحتى يكون مستوفي شروطه لازم يكون مسلم، فلا يجب الحج على كافر، لأن قربة تحتاج إلى نية، والكافر ليس من أهل القربات، ونيته أصلا لا تصلح. نيته حتى لو كانت نيته صالحة بياخذ أجرها في الدنيا. الله يلي قال في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الشرط الله سبحانه وتعالى شرطه في سورة النحل، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن، شروط قبول الأعمال يكون مسلم. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من هنا يتبين أن الحج لا يجب على الكافر، الحج لا يجب على الكافر. طب ولو أتى به؟ ما يصح. طب هو اصلا ينفع حد منهم يدخل مكه والمدينه؟ ما بينفعش، هو ممنوع كده وكده، يعني ممنوع. بس ممكن يسمي اسمه في جواز السفر اي اسمه ويدخله، مش كده؟ مش في عيال من الصحفيين دول اللي هم الكفار دخلوا جوه ساحه الطواف وعملوا تقريرات داخل ساحه الطواف؟ اعمل سيرش عليهم في اليوتيوب اذا ما كنتش مصدقني، وانت هتشوف بلاوي. نهيك بقى عن الاستقبالات الرسميه، يعني مش راح يعمل عمره على فيونيكا دي، ولا اسمها ايه؟ اسمها فيونيكا ولا فرينيكا؟ ايفانكا. مش عمل عليها عمر، والتاني بنالها مسجد. هذا المتعوس، الناس عندهم شلل، والله العظيم عنده شلل رباعي في مخه، شلل رباعي في مخه، حاجه لا يصدقها عقل. يعني حتى الواحد لما يجي يتكلم في الكلام ده، يعني لو مجانين قاعدين مع بعض او جماعه من الجماعه المساطيل دول، مش هيصدقوا بعض. يعني هذا الكلام لا يصدق حتى في وسط المجانين. انت متخيل انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده الشرط الثاني العقل.
المجنون مش مطالب بأحكام الشريعة، ودي رحمة من ربنا، لأن مناط التكليف العقل افعل ولا تفعل اللي بتميز بيه بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال هو العقل. إذا فقد العقل ربنا يرفع عنه التكليف، ربنا يرفع عنه العقل مناط التكليف، هذه قاعدة في الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. يبقى معنى كده الشرط الأول الإسلام، اثنين ايه؟ العقل. العقل ده أهم نعمة ربنا أعطاه للإنسان، ولذلك الناس اللي بتروح جهنم ربنا سبحانه وتعالى بيقول حاكيا على لسانهم في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع، مش نسمع يعني نسمع نفهم نتدبر يعني أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير. إنما هو عطل إيه؟ أهم نعمة عنده عطلها، خلاص هيروح فين ويفهم إزاي يعني؟ هذه مشكلة. الأمر الثالث البلوغ. حج الفريضة من نعم ربنا على العبد المسلم إنه هو قبل ما يبلغ أي حسنة يعملها ينكتب له أجرها، وينكتب لأبوه وأمه نفس الأجر، وأي سيئة ما تنكتبش لا عليه ولا على أبوه. هذه رحمة من الله، يعني راح يحج ينكتب له إيه؟ أجر كامل، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأنه لازم يعمل إيه؟ يكون بالغ. طيب افرض صاحبنا راح هناك الشمس ضربته هناك بلغ قبل يوم عرفة، ولا بلغ وهو على عرفة، تجزئه عن حجة الإسلام؟ آه تجزئه عن حجة الإسلام، تجزئه عن حجة الإسلام. إنما لو كان قبل البلوغ، قبل البلوغ بيأخذ الأجر لأن ربنا عطاؤه كبير جدا جدا، لكن لا تكفيه عن حجة الإسلام. ثبت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحججون صبيانهم ويعلمونهم مناسك الحج وينمون عنهم فيما لا يقدرون على فعله. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، اللي هو الحلو البلوغ يعني، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. يبقى معنى كده أن الحج لا بد فيه من الإيه؟ من البلوغ، من البلوغ. الأمر الرابع مش موجود الآن يعني، مش موجود بالمستوى الرسمي، اللي هو الحرية. الحرية، الحرية هذه أن أنت حرية الانتقال، هذه حرية صح ولا إيه؟ تنتقل من بلد لبلد. دلوقتي بقى في عبودية اسمها فيز صح ولا ايه؟ فيها فيز، وعبودية تانية اسمها شركات الحج، لازم تطلع مع جروب بتاع شركات الحج، ولو حبيت تروح هناك يبقى لازم كفيل السيد المطاع اللي بيلبس 55 حبوب منع الفهم، ده لازم يدي لك الختم، حاجة لا تصدق عقل، لا يصدق والله العظيم، والله يا اخوة، والله يا اخوة، هذه الامور لا تصلح إلا في العصور الوسطى قبل الميلاد، في العصور المظلمة قبل الميلاد أو العصور الوسطى اللي كانت في أوروبا. إنما ناس أنار الله قلوبهم بهدي القرآن وسنة النبي العدنان، كيف ينتكس هذه الانتكاسة؟ كيف يعني؟ كيف مسلم ينتكس بعد ما ربنا نور قلبه ونور عقله بأفضل منهج شرع ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنا بديك العلم كله، ربنا بيقول لك كده، بديك النور كله، بديك الراحة كلها، السعادة كلها، كيف تتركها وتروح للذين لا يعلمون؟ شيء عجيب، والله شيء عجيب. حرية، في عبيد طبعا، في بعض في شبه جزيرة العرب في عبيد. اعمل سيرش على قناة الجزيرة واكتب الدوكيومنتس بتاع العبيد اللي في اليمن، وانت هتشوفهم وتسمعهم. ما احنا قلنا كفيل ده ما عشان ما نحكيش في المحكي يا حاج، حكناه. لا صحصح معايا ما تنامش، ركز معايا يا حبيبي، ركز معايا. هذا امر الرق، هذا امر الاسلام لم ياتي به. الاسلام جيل تحرير الانسان، حريه الانسان، شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، شهاده ميلاد الانسان الحر الذي لا يطلب ولا يركع ولا يذل ولا يتواضع الا لله سبحانه وتعالى، يذل نفسه الا لله سبحانه وتعالى. للأسف. الأمر الخامس دخول وقت الحج. دخول وقت الحج، دخول وقت الحج
معرفش اللي جايبينه اسمه مصطفى راشد ده ولا بيسوي لبس الازهري شفتوه في اليوتيوب اللي قال لك المسلمين بيحجوا ليه الكعبه المفروض يحجوا لجبل الطور. هو انا بقول كلام انتوا عايشين فين؟ انا عايش في عالم غير اللي انتوا عايشين فيه. مش ده اللي بيحصل؟ فرنسا جايباه خمرجي وبقول لك الخمر حلال بنص القران. منين ما تعوز ده؟ جاب الكلام ده منين؟ ها؟ يعني اقل عيل صغير عندنا عيال اولاد اطفال 3 سنوات لما بيروح يشتري حاجه مع امه في المحل بيمسك البتاع يقرا الانجريدينتس هل فيها نارد ولا فيها فايل ولا فيها 3 سنين بيعملوا كده. هذا المتعوس ها وملبسينه بيقول لك ايه شيخ في الازهر ما بيعرفش يقرا الفتح مش شيخ في الازهر جايبينه كده ها بيقول لك روح حجوا لايه لجبل الطور. طبعا الحج جبل الطور ده مش عارف بقى ليه وقت ولا ملوش وقت الله اعلم. يعني اللي عايز يحج بيتصل في مصطفى راشد. طيب الحج له وقت وقت محدد بيبدا طبعا باشهر الحج. الحج اشهر معلومات من شوال وذو القعده وبينتهي بالعشر من ذي الحجه. ليه وقفه عرفه؟ لا في بعض اهل العلم الملكيه خاصه فتحوا الى اخر الشهر الى اخر شهر ايه شهر ذي الحجه. يعني ممكن تؤدي بكل المناسك طبعا باوقاتها. عرفه لازم توقف عليه يوم عرفه هذه وقفه عامه على كل المسلمين لكن بيتبقى عليك اشياء اخرى الرمل في ايام التشريق والذبح والنحر والحاجات دي وتفضل عندك طواف الايه الافاضه اللي هو طواف الزياره الركن ثم افيضوا من حيث افاض الناس. هل ممكن تعمله في يوم 18 يوم 19 يوم 20 يوم 22 28 ذي الحجه؟ عند المالكيه جائز عند المالكيه جائز ولا شيء عليك لا كفاره عليك. قالوا ليه؟ قالوا لان ربنا قال الحج اشهر واشهر جمع مش كده؟ ما تنفعش شهرين وعشر ايام مظبوطه ليه؟ ده راي الامام مالك رحمه الله. الامر الاخير الاستطاعه الامر الاخير الاستطاعه الاستطاعه ربنا سبحانه وتعالى عمل قاعده عجيبه جدا في القران الكريم عامه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش كده؟ وقال فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا وسع الانسان يعني ربنا عطيه طاقه كبيره جدا. شوف رمضان الناس بتعمل ايه في رمضان؟ ربنا بيستخرج الطاقات الكامنه بتنام وقت محدود وبتصوم طول النهار تقرا قران تتصدق بتسامح الناس اللي بيزعلوك وبيضايقوك مظبوط؟ تعمل كل خير ودايما انت مبتسم ودايما مبتهج ودايما سبحان الله هذه الطاقه الحقيقيه اللي جواك عشان انت مسلم دي فطرتك. ربنا بيعمل معاها ايه؟ بيرويه بيروح بايه؟ بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. تبقى انت بقى هابي والناس حواليك مبسوطين وحاجه تمام خالص. وبعد رمضان بقى كل واحد بيلبس وش تاني الله اعلم الوجوه بتبقى مستخبيه فين؟ يا ريت الوجود ما تجيش تاني تظل وجوه الخير ايه؟ في رمضان تظل ايه؟ مستمره. فالاستطاعه ربنا ذكره في القران قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. استطاعتك تتحقق بأربعة أمور: الصحة الكافية يقدر على الذهاب وعلى الإياب بلا مشقة بالغة. الآن الحمد لله الكلام ده كان ممكن يكون زمان صح؟ دلوقتي بروح بطيران ممكن يبقى مش عارف فيرست كلاس ينام على سرير وعارف شغلانة ولما ينزل من المطار أو يروح المطار يعملوا له بتاع الويلشير وناس تيجي تاخده وتساعده. الآن بقى إيه؟ بقى الأمر ده موجود. يعني اثنين وجود المال الكافي لازم يكون عنده المال الكافي للذهاب والرجوع وياكل ويشرب ويسيب لأهله كمان أكل وشرب. كان في جماعة من العرب كانوا يسيبوا أهلهم من غير فلوس كده ويطلعوا يحجوا ويروحوا يشحتوا من الناس في مكة. فربنا قال لهم لا قال لهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا الأول بالإيه؟ بالمال وبعدين تزود بالإيه؟ بالتقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب أصحاب العقول النيرة. لازم يكون عنده المال الكافي المال الكافي له ذهابا وإيابا ومعيشة ويترك لأهله كذلك أي أموال. صحيح قصة حاتم الأصم دي يعني خارجة عن النص شوية بتبين معنى اليقين لكن الأصل أن كل الناس لما تيجي تطلع تسافر لازم تعمل إيه؟ تترك لأولادها ما يكفي. قصة حاتم الأصم كان نفسه يحج وعنده عيال كتير ومراته قالت له ما تحجش. تحج ازاي؟ نروح فين احنا؟ يعني انت شغال يوم بيوم هناكله منين؟ فقالت ابنته واحده من بناته
قالت يا أمي دعي أبي يذهب لبيت الله الحرام، فوالله ما عرفنا أبي إلا أكالا وما عرفناه رزاقا، فإذا ذهب الأكال فإن الرزاق حي لا يموت. ماشي الراجل، ما فيش أيام قليلة كده، تاني يوم تالت يوم عدى الأمير ومع الشلة بتوعه مع الجماعة بتوعه دول، شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعطشه، فطرق على الباب أمر واحد من بتوعه دول يخبط خبط، طلعت البنت الطيبة دي بخمارها أدبها حجابها وحياءها، وأخرجت لهم كوبا من الماء أو عندهم من الماء ولم تنظر إليه. ثم بعدما يعني رووا خذوا بعضهم دخلت وأغلقت الباب. الأمير أعجب جدا بسلوك البنت دي، سلوك محترم جدا، فأخرج كيسا من النقود، كانوا زمان بيشيلوا في الحزام بتاعهم كيس من الدنانير، طبعا الأمير هيشيل ذهب ولا فضة، هيشيل إيه؟ ذهب من أموال الرعية يعني، قصدي من بتوع زمان كانوا كويسين من زمان دلوقتي يعني. طلع من البتاعة دي ورماه فين؟ في ساحة البيت، وقال من يحبني يفعل مثلي. طبعا حتى لما يحبوش هيعمل زيه، صح ولا إيه؟ طبعا شغل المنافقين ده مطلوب يعني، أمال يبقى أمير إزاي؟ هيطبلوا ما في كلام، كله طلع، فأصبح كوم من الذهب. البنت بتفتح الأكياس تعجبت ونادت أمها وأخواتها، قالت يا أمي ألم أقل لك ما عرفنا أبي إلا أكالا وما عرفناه رزاقا، فإذا ذهب الأكال فإن الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى. بس ده شيء يقين أو مش كل الناس على هذه الدرجة من اليقين، مش كده؟ يبقى لازم يترك لأهله ما يكفيهم ويأخذ معه ما يكفيهم. الثالث وجود ما يحمله برا أو بحرا، ما يسميه الفقهاء الراحلة. الراحلة كانوا زمان بيمشوا وبالجمال وبالأشياء دي. الأمر الرابع أمن الطريق. أمن الطريق إذا ما كانش فيه أمن في الطريق بيسقط عنه الحج، لغاية ما يتوفر الأمن. الأمن ده من أعظم ما تبنى به الأمم. أي أمة في الدنيا أمة ناجحة يكون عندهم أمرين في سورة أنت حافظها، الذي أطعمهم وأمنهم. ربنا قالها في معرض الامتنان على قريش، حولهم لدولة تحكم العالم كله، دولة الإسلام هذه، بأمرين بس يوكلوهم ويشربوهم ويأمنوهم بس. ودي أكبر عيوب عندنا الآن في فيما يسمى ببلاد الإيه؟ ما أنت اللي قلت. ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى إذا لم يكن في أمن الطريق. افرض واحد معاه فلوس ومعاه فلوس كتير يعني، والطريق سليمة وعنده المال الكافي، لكن مريض ما يستطيع يعني بيأخذ علاجات وكده، ينيب أحد الناس عنه، ممكن يروح يحج عنه أو يحج عنه، بس شرط أن هذا الذي سيناب عنه الوكيل هذا لازم يكون هو حج عن مين؟ عن نفسه أولا، لأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الإيه؟ يعني ينفع نصلي ركعتين سنة ونقول خلاص كفاية كده السلام عليكم، مش كل يوم نصلي العشاء يعني؟ ينفع؟ ولا خليني ايه اصلي ركعتين واصلي الشفع والوتر، مش مشكله العشاء النهارده، ينفع؟ ما ينفع. ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. في شروط طبعا اخرى اللي بالنسبه للمراه، وجود الزوج او المحرم اللي بيحرم يحرم عليه نكاحها حرمه مؤبده، لان في حرمه مؤقته، حرمه مؤقته. انا متجوزها، اتجوز واحدة واختها طلع ما يتحج، ينفع؟ ليه؟ حرمة ايه؟ مؤقتة، لان التانية دي ممكن الله يرحمها، مش مراتي يعني، واحدة تانية عشان لا بفرج عليها تعمل لي مشكلة يعني، مش مقسمي تحصل مشكلة صح؟ او يطلقها يفرجها، يبقى دي اسمها حرمة ايه؟ مؤقتة، لا تجوز. لازم تكون حرمة ايه؟ مؤبدة، حرمة على التأبيد، زي الأب والابن والأخ والعم والخال والأخ من الرضاء وابن الأخ وابن الأخت. طيب هذا المحرم ممكن يكون عين صغير؟ لا، لازم يكون إيه؟ بالغ عاقل، لازم يكون بالغ وعاقل كمان. حرمة المؤبدة هذه مطلوبة عشان يمنعوا الحرمة المؤقتة زي زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخال. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين الأخت، القرآن وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف، والنبي قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الأمر ده بقى فيه إيه؟ ضرر. وأصل العلاقات بين العمة والخالة دي إيه؟ المحبة والمودة وصلة الأرحام. ف
فالإسلام عايز يبعد إيه؟ يبعد الضرر، يظل العلاقة كما هي إيه طيبة. المرأة طبعا صلى الله عليه وسلم قال في مروى الشيخان: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. ذو محرم. طيب، هل يجوز للمرأة أن تحج بدون زوج أو ابن بالغ أو أخ أو جد أو أب أو من المحرمين الحرمة المؤبدة هذه؟ يجوز، يجوز. تكون في إيه؟ في رفقة مأمونة من النساء، في رفقة مأمونة من النساء، رفقة مأمونة من النساء. من اللي قال الكلام ده؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال يجوز أن تحج مع نساء مأمونات حتى ولو لم يكن معهن رجل، سواء قربت المسافة أم بعدت المسافة، بشرط تحقيق أمن الطريق. تحقيق أمن الطريق. أعتقد المطارات الآن فيها أمان، مش كده؟ أمان أكثر من الشوارع كمان. المطارات كثرة الكاميرات والبوليس ومش عارف إيه، فيها أمن أكثر الآن يعني. هذا أمر إيه؟ أمر معلوم بالنسبة للناس. طيب، هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج أو السفر؟ سفر في طاعة. يجب عليها ولا يستحب؟ كل الفقهاء صح؟ لا، ما يجبش. إذا كان حج الفريضة ما يجبش. إذا كان حج الفريضة هي بتستأذنك عشان تصلي؟ يا عم انت دخلتنا في حرس انت ليه؟ سيب الفرخ ده ليه؟ الله يرضى عليك. الحج الفريضة من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. الاحترام. عشان تظل العلاقة طيبة. بس ده فرض. إذا ملكت كل هذه الأركان اللي احنا ذكرناها، شروط اللي احنا قلناها دي، وحج الفريضة تكلموا ايه من باب الايه؟ اشتغل منه برميشن. نو. تقول له ان شاء الله السنة دي ناوي حج، وانت ايه رأيك؟ مش عارف ايه كده. هو يوافق. هيوافق. هيوافق يعني. طالما مش هيدفع هي اللي هتدفع. هيوافق. هيوافق مفيش كلام يعني. ممكن تدفع له كمان تطلعه معاها يعني، يبقى هيوافق. فالواجب حج الواجب غير حج الايه؟ النافلة. غير حج النافلة. حج النافلة وامر النافلة كله حتى في البيت. يعني لما تيجي تصلي النوافل ما ينفعش تصليها الا تستأذن زوجها. النوافل ما تكترش منها. انتوا عارفين قصة صفوان بن المعطل المشهورة؟ لما راحت مراته تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن المعطل اللي اتهموا ذلك الكذاب اللعين بن سلول ان هو يعني عمل الفعل الشنعاء مع السيدة عائشة، والله سبحانه وتعالى برأهم من فوق سبع سماوات بآيات عشر في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لأنه عملها واستخبى ووقع فيها مين؟ المسلمين ضعاف العقول، حسان بن ثابت وحمنا ومصطفى بن أساسة اللي انضربوا، اللي انضربوا حد الإيه؟ حد القذف 80 جلدة. صفوان بن معطل مراته جت تشتكي، قالت له يا رسول الله شكوى وحشه جدا جدا. قالت له يا رسول الله زوجي ينام ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ويضربني اذا صليت، يضربني اذا صليت، ويفطرني اذا صمت. طبعا تحكم عليه بايه ده؟ تقول انت مسلم انت صح؟ ده احنا شغل احنا قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال له انت بتعمل ليه كده؟ فقال يا رسول الله انني قد قلت لها انني رجل لا اطيق البعد عن النساء، وقد حذرتها ان تصوم ايام نوافل لانني قد احتاجها، فقلت لها ذلك لكنها لا تسمع الكلام. مره اثنين ثلاثه فحصل بقى ما حصل. وقلت لها اذا صليت النافله تجوزي فيها. رسول الله يتجوز في النوافل. يا صاحبتنا بقى بتصلى الله اكبر ورضى لنا امين تبدا في البقره. طب ما عندها عيال وعندها بيت وعندها طبيخ، كيف يعني؟ قال فحضرتها. ما نفعش، فدق دماغها. الامر الاخير كان النبي صلى الله عليه وسلم معطيله برميشن، لان صفوان بن معطل ده كان عنده مرض النوم. كان عنده مرض النوم، لما كان ينام يعني لو قامت الحرب العالميه الثالثه مش هيصحى. لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه هذه
اللي هي ايه المريسيع مش كده؟ مريسيع ولا ذات الرقاع؟ مريسيع اللي اتكلموا فيها على السيدة عائشة اللي حصل فيها حديث الإفكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخدمه ايه؟ مخليه هو في آخر الجيش. ليه في آخر الجيش؟ لأنه مش هيقوم من النوم. ولما يقوم هو من النوم يعمل ايه بقى؟ يبدأ يمشي اللي وجع منه كوباية، اللي وجع منه سيف، اللي وجع منه حاجة، حد اتأخر، حد تاه من الجيش ياخده ويوصله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيستخدم الطاقات كلهم ايه؟ على حسب قدرته، على حسب قدرته. وأصبح الادعاء بتاع الست ديت ادعاء كله ايه؟ ملوش قيمة، ملوش قيمة. فلما تيجي تسمع حد بلاش تشتغل قاضي، بلاش تشتغل قاضي. هذه بعض شروط الحج. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.